هذه الحلقة. أول ما دخلنا الوادي مثله مثل أي يوم طبيعي، يعني ما يحيلك أنه ممكن يصير أي شيء. المعدة انقلبت رئة، الرئة انقلبت معدة، ما أدري شو اللي صار بس أنا كلي موي. شبكة ما فيه، اتصالات ما فيه، فمو معناته أنك حتنجو من أي شيء في الوادي هذا. وكانت هنا البداية. دائما ما تغرينا الطبيعة بجمالها، وفي هذه القصة سترى للطبيعة وجه آخر. قصتنا اليوم كانت في وادي رجب. كان جبل كبير وصار فيه انشقاق صخري وصار فيه هذا الوادي اللي في النص. الوادي جميل، يا ما سمعنا أنه الصور أكثر من الواقع. هذا الوادي لا عكس، الواقع أكثر من الصور. تقريبا أكثر من 12 مرة رحنا الوادي هذا. تحركنا بعد الفجر وأخذنا احتياطاتنا وكلها سوينا لها تشيك، وكلها كانت الحمد لله مضبوطة. العدد كان تقريبا 30 شخص، منهم 5 مشرفين والباقي أفراد مشاركين في المجموعة مثلهم مثل أي فعالية. يعني أنا كنت مدير الرحلة هذاك اليوم، فكانت المسؤولية علي بدل ما هي 100% 200%. كانت أجواء الطريق مليئة بالحماس والمرح والتحدي، وهم ما يدرون عن الخطر اللي ينتظرهم آخر الوادي. كان معنا أجهزة، يعني لأن الفريق كان كثير، كل مجموعة معاهم شنطة خاصة فيهم، السناكات، الموية، الأكل البسيط، لأن الطريق كان طويل، ساعة ونص إلى ساعتين رايح وساعتين راجع في 4 ساعات. تقريبا ساعة ونص من المكان اللي كنا ساكنين فيه إلى أن وصلنا الوادي. وقفنا سياراتنا، نزلنا عفشنا، عيننا لكل مجموعة مشرف، فتقريبا كانوا 5 مجموعات، وانطلقنا في الوادي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الآن وصلنا الوادي وراح تبدأ المغامرة بإذن الله على الأمام. حلو. أي شخص عنده أغراض، مفاتيح أو شنط أو أي شيء يخليها في السيارة، نبدأ المغامرة. بسم الله. وادي لجب مع ضيق مساحته إلا أنه يمتلك طبيعة ساحرة جذب زواره من جميع أنحاء العالم. ولكن ما كان الوقت مناسب لزيارة أحمد واللي معه. أول ما دخلنا الوادي لاحظنا بداية الوادي فيه عوائل وفي أطفال ونساء، مثله مثل أي يوم طبيعي، يعني ما يحيلك أنه ممكن يصير أي شيء. الوادي فيه 4 عقبات عشان نوصل للفاينل ديستنيشن. صح أن الوادي مسافته قليلة، لكن فيه صعاب، فيه نزول، فيه صعود. الوجهة الأخيرة هذه جميلة جداً، عبارة عن كذا بركة كبيرة وميتها صافية نسبح فيها دائما كل ما نروح الوادي. فهذه هي كان الهدف اللي نبغى نوصل له. كنت أنا أتقدم مع مين؟ الناس المستعجلين، حاول أردهم، حاول أردعهم، حاول أهديهم، ننتظر اللي ورانا، بحيث أنه يكون الفريق متماسك متقارب من بعض. لا قدر الله حصلت أحداث، حصل شيء. أول عقبة هي صخرة كبيرة جدا فيها حبل تطلع فيه، تقريبا ارتفاع الصخرة 20 متر، فتطلع بالحبل فقط إلى أن تصل لفوق الصخرة. طبعاً في 3 أو 4 أشخاص بحكم وزنهم الثقيل ما قدروا يطلعوا، فقلنا لهم خلاص خلوكم عند الصخرة، وحطينا عندهم أحد المشرفين ووصلنا المسير يعني. فصار في مجموعة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، مكملين في الطريق وصلنا إلى العقبة الثانية. العقبة الثانية مكان مغلق، يعني الوادي كذا يتقفل في وجهك، بس إنك تقدر من الجهة اليمين كذا في مضيق تطلع منه وتكمل طريقك. فالحمد لله كل اللي معانا قدرنا نعدي العقبة الثانية وواصلنا المسير.
إلى أن وصلنا للعقبة الثالثة. العقبة الثالثة وانت ماشي يضيق فيك الوادي، يصير فقط عرض الوادي تقريباً 3 متر، طول المضيق هذا تقريباً 30 أو 25 متر. أثناء ما وصلت المجموعة الأولى أنا كنت وراء المجموعة الثانية. بعد العقبة هذه ب400 متر هو الوجهة الأخيرة اللي نبغى نوصل لها. وما تقدر تعدي المنطقة هذه إلا سباحة، لأنه مكان يتجمع فيه الموية، فلو ما تقدر تسبح ما تقدر تعدي. وكنا خلاص يعني واصلين وجهتنا الأخيرة ومتحمسين، وكانت هنا البداية. مع هطول المطر في الجهة الأخرى من جبال القهر بدت تتضح معالم الوجه الآخر للطبيعة، دون أن يشعر أحمد ومن معه بما هو قادم إليهم. وصلت المجموعة الأولى وأنا كنت خلفهم بتقريباً 12 واحد، يعني قدامي تقريباً 13 إلى 14 واحد. أنا كنت في المقدمة، أول ما أنا عطفت يمين كان في زي الصخور متراكمة كنا لازم نصعد فيها. يوم لفيت ما شفت الصخور، شايف موية وارتفاع تقريباً 100 متر، البحر منفك علينا، لا شعورياً لا إرادياً صحت بأقوى ما عندي وأنا ألف. سمعت صوت كذا يجي من قدام، صوت مرتفع جداً. أهربوا أهربوا. أنا استغربت، أنا رحت الوادي 13 مرة أول مرة أسمع واحد يقول لي ارجعوا 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 ارجعوا. سيول في هذا المكان نسبة النجاة منها 0%. بعد الفاصل أنا أشوف أخوياي اللي باقي فوق المنطقة الآمنة يشوفونا نركض، مو مدارين وش السالفة. قوة جريان السيل في مكان ضيق يعني الهلاك لمن سيقف أمامه. شفت موية الوادي العذبة قاعدة تختلط بموية السيل البنية، سرعة مي طبيعية. شوف اللي قدامي يقولوا ترى في سيل وبصوت عالي جدا وقاعدين يهرب. شلني السيل، أنا أشوف أخوياي اللي باقي فوق المنطقة الآمنة يشوفونا نركض، مو مدارين وش السالفة. مرحلة اللي قلت لهم أركضوا إلى مرحلة إنه شلنا السيل 10 ثواني، وأنا أركض وصيح فيهم الموية وراي. ففي بعض الناس شفتهم انقلب وجههم يوم يشوفون الموية وراي وقدامه فريق يجري يركض. أنا آخر واحد وفي قدامي ناس اللي يركضون. اركض اركض خلكم فوق لا تنزلون. طبعا وراي 3 مجموعات وأنا ما أشوفهم، بعيدين جدا، يعني ما أدري كيف ممكن يوصلهم الخبر عشان ما يصير لهم اللي ممكن يصير لنا إحنا قدام. لا تنزلون، قوي مرة. لا إله إلا الله، تعال تعال بسرعة. الآن أصبح مسؤولية كل مشرف المجموعة اللي قدام. أنا مسؤوليتي أني أأمن الـ 12 اللي قدامي أخليهم وراي أو أوديهم لمكان مرتفع أساس يروحوا من السيل. فالحمد لله الـ 12 هذول قدرت أطلعهم على واحد 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 واحد، طلعتهم كان في مكان مرتفع إلى أن طلعت الولد الأخير
جيت أنا أبغى أمشي من الوادي، وصل السيل في ذيك اللحظة وخذني معه. اللي كانوا بعيدين وراء وفي مكان مرتفع قالوا يا أحمد شفناه، كنت مواجه السيل كذا في وجهك وشالك. أنا عن نفسي ما أتذكر اللحظة هذيك. بديت أتخبط في السيل، أنا بوعي في السيل وعارف إيش قاعد يصير، قاعد أحاول أطلع راسي أتنفس، ما أبغى أنه يغمى علي أو تضربني صخرة من الصخرات اللي موجودة في الوادي أو الصخرات اللي جاية مع السيل. ما في مكان أحط فيه رجولي، قاعد أمشي مع السيل أتخبط يمين يسار، ينزلني طلعني، إلى أن الحمد لله شفت من بعيد زي الشجرة. أنا قلت خلاص بأوصل الشجرة هذه وأتمسك فيها، فلأن وصلت الشجرة والحمد لله قدرت أتمسك فيها بقوة، وحاولت أسحب نفسي أسحب نفسي لليسار لين وصلت إلى مكان كذا مرتفع وقعدت فيه. أنا هنا بديت أتنفس، أحمد الله سبحانه وتعالى على اللي صار. لكن الآن جتني مسؤولية أنه أشوف الناس اللي موجودين، وهذا أول شيء فكرت فيه. يوم شلني السيل صحيت زي الشلل، ماني قادر أقوم، وأكبر هم عندي أبغى أتنفس. أنا ما أدري الرئة إيش اللي جاه، أنا شربت السيل، المعدة انقلبت رئة، الرئة انقلبت معدة، ما أدري إيش اللي صار، بس أنا كلي موي كلي موي. صحيت أنظر للسماء كيف إنه إيش اللي صار، أتذكر الشباب يعني قلبي فيهم. يوم أني صحصحت مستوعب بديت أبغى أقوم، ما في أمل، نسبة 1% الحركة. أول ما طلعت أسمع الشباب اللي طلعتهم هناك بعيد ينادون علي يا أحمد ترى فارس في الموية. أنا قاعد أشوف الموية وأشوف السيل قدامي والمنظر المخيف، بس ما أشوف أحد، إلى أن شفت رأس واحد قاعد يطلع في الموية وينزل يطلع وينزل. أيقنت أنه في رجل مننا وفينا لازم أنقذه، فقررت أني أنط وأتوكل على الله واللي يصير يصير. الرجل هذا مسؤوليتك وأنت المسؤول الأول عنه. الولد أول ما أمسكته واكتشفت أنه مغمى عليه، فأمسكته وثبته على صدري، لو لا سمح الله توفي هذا الشخص. إيش تأنيب الضمير اللي ممكن يجيك ويلاحق طول عمرك إلى أن تموت؟ ومن فضل الله علينا أول مجموعة عرفوا بالموضوع، فلما شفتهم أنا قلت الحمد لله الآن أمورنا طيبة، فقدرت أدف الولد عندهم ومسكوه، بعدين مسكوني وطلعنا من السيل الحمد لله رب العالمين. فطلعنا تنفست شوية، جيت أبغى أطمن على الولد، مو قادر يتكلم الولد هذا، وجهه كله مليان دم ونفسه جدا ضعيف، وكنا خايفين جدا على صحته، للمكان ما يمزح مع أحد. الآن قعدت أعد الموجودين كم هم. اثنين منهم لقيناهم متمسكين في شجرة والسيل جالس يضرب فيهم وهم جوا في وسط السيل، لكن متمسكين في الشجرة، فقعدوا تقريبا على حالتهم هذه ساعة ونص إلى ساعتين وإحنا مو قادرين نسوي لهم أي شيء. أنا كان كل خوفي أنه السيل هذا مجرد سيل تحذيري ويجي وراه سيل يشيل الدنيا وما فيها، فلو جاء السيل القوي الآخر خلاص فعليا انتهينا. بعد الفاصل. بالعقل البشري وقتها مستحيل كنا نفكر في مثل هذا الحل. وأشوف الدم يصب مني من كل مكان. المنطقة مقطوعة شبكة، يعني أنا أتخيل بعض الناس أنه لو شلهم السيل ومعاك كل الجوالات مستحيل تتواصل مع البشر. مهما كنت عارف بالمنطقة، مهما كنت عارف بالمكان والتضاريس، فمو معناته أنك حتنجو من أي شيء في الوادي هذا. أنا عندي تقريبا نص ساعة وتغرب الشمس، كان وقت مغرب، كل أصوات الشباب اللي كانوا معي انخفضت، كلهم بدأوا يفقدوا الأمل. كان أكبر مشروع عندي كيف أتنفس، يا دوب 1% 2% نفس. كنت أتنفس يا بسرعة يا أضغط على نفسي، كل ما أضغط على نفسي حس راسي بينطق كلي موية، يعني الله يكرمكم وأشوف الدم يصب مني من كل مكان. عندنا إلى الآن اثنين متمسكين في شجرة والسيل جالس يضرب فيهم وهم جوا في وسط السيل. أول شيء نطلعهم، بعدين نطلع المجموعة كاملة. بدينا نفسخ فنايننا تيشرتات ونربطها في بعض عشان نسوي سلسلة زي الحبل،
بالعقل البشري وقتها مستحيل كنا نفكر في مثل هذا الحل، أو أنه نقول الحل هذا ممكن يكون الحل الصحيح. قبل لا نطلق الشخصين هذول كان فيه اثنين من الشباب معارضين للفكرة هذه، فقالوا لي أحمد لا مستحيل، الحبل ممكن ينقطع في أي لحظة. فقلت لهم لازم أتخذ قرار الآن لأني أنا المسؤول وأنا اللي بتروح العواقب علي أنا وحدي. فربطنا فنيلة بفنيلة 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 إلى أن كوننا حبل لا بأس به، ثم رمينا لهم، بس إنهم ما كانوا متشجعين إنهم يجوا بالحبل، خايفين إنه ينقطع في أي لحظة من اللحظات، وإذا انقطع بيروحوا مع السيل. وقلت لهم خليكم، بس خليكم متمسكين في الحبل، وبنحاول نسوي سلسلة بشرية تنزل في السيل تمسكهم وبعدين ننسحب كلنا. رمينا الحبل لهم، تمسكوا فيه، سوينا سلسلة بشرية، كنت أنا أول واحد، الشباب متمسكين في بعض، ثم نزلت بسم الله توكلت على الله ومشينا شوية شوية إلى أن قدرت أوصل للشباب. مسكتهم، تمسكوا فيني بقوة، ثم بدأوا يسحبوني، فيسحبوني على شوية 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 إلى أن الحمد لله وصلنا إلى حافة السيل. فالآن الجميع بلا استثناء موجود. سجدت لله سبحانه وتعالى وقلت الحمد لله لك يا رب، والآن الحمد لله الفريق كامل والشباب كلهم موجودين برا. ضيق المكان مع ضيق الوقت لا زال يشكل خطر كبير على 30 شاب عالقين في السيل. جمعت الشباب، جمعت 3 من اللي أثق فيهم، قلت لهم لازم نتخذ قرار الآن، تقريبا باقي أقل من 20 دقيقة على المغرب وعلى مغيب الشمس، ولو غابت الشمس وإحنا في الوادي هذه مشكلة كبيرة. رجعت للصخرة اللي قلت لكم، فأشوف منسوب الموية تقريبا نزل 2 إلى 3 متر، اللي يعتبر جدا ممتاز، واندفاع الموية خف شوي. فقلت لهم شوفوا أنا بأنزل إلى أن أقدر أوصل لآخر شيء، على أقل يعني أقول للناس أنه في أحد جوه، الشبكة ما فيه، اتصالات ما فيه، مو قادرين نوصل لأي أحد خارج المنطقة هذه. فقلت لهم يا شباب أنا نازل الآن، خلوكم هنا إلى أن أروح وارجع. فكنت أشوف المكان اللي أقدر أمشي فيه وأتوكل على الله شوية 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 إلى أن قدرت أوصل إلى أول عقبة. وصلت أول عقبة وكان في واحد من الشباب معي اللي هو عبد الله. فلما وصلنا أنا وعبد الله حصلنا واحد ما نعرفه، قلنا له أنت مين؟ طلع واحد ناشب معانا في السيل، بس أنه كان في الأخير مرة متأخر. فقلنا له إيش جابك هنا؟ في أحد يعرف أنك هنا؟ قال إيوه أهلي برا. فأكيد أهله كلموا الجهات المعنية، وأيا كان أنه في ناس جوا عالقين في السيل. قلت له كان في 3 شباب هنا جالسين اللي هم ما قدروا يطلعوا، لقيتهم ولا ما لقيتهم؟ قالوا إيوه، جاء الدفاع المدني قبل شوية وشالهم. فقلت هنا الحمد لله مرة ثانية، الدفاع المدني عارف أن في ناس جوا. فرجعت أنا وعبد الله للشباب طمناهم، رجعت أشوف نفس الصخرة اللي شفتها، أشوف نسوب الموية طلع قاعد يقل ويقل ويقل، وقلت الحمد لله الأمور طيبة ومبشرة وميسرة. الوادي أنا شفته بدأ يقل بدأ يقل، لأنه في صخر قدامي شفته كان مغطى كامل، وأنا أعرف الوادي تفاصيله أعرفها كاملة بكثر ارتدادي على هذا الوادي. فقررت أني أنزل الشباب على واحد واحد، أنا طايح. قال واحد لازم نشله، يعني أكبر رحمة أني ما فقدت وعي، شلوني على يديهم ورجولهم وهم يشلوني. شفت القروب مشى بالتدرج بالترتيب، شيء ممنهج يعني لا زيادة ولا نقصان. شايف الشباب المشرفين من أخوياي، يعني واحد قدام واحد في الوسط واحد من الجنب واحد من وراء، أشوفهم قدامي حلم، شوفهم يمشوا كلهم طالعون فيه، يعني الواحد صعب يطلع في هذاك الوادي وهو يمشي بكامل قدرته، فبالك أنت تشل الإنسان. ومشينا 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 إلى أن وصلنا جميعا إلى أول عقبة. أول ما وصلنا أول عقبة لقينا الدفاع المدني جاي، فجاء الدفاع المدني وشافنا. جاني عسكري يقول لي أنت حي ولا ميت؟ أطالع فيه وأقول له زي كذا أشل نفس، أبغى نفس. وبدينا ننزل من العقبة الأولى على واحد واحد إلى أن طلعنا من الوادي جميعا بالسلامة الحمد لله رب العالمين. الدفاع المدني ما قصر، لسعى الشباب يعني أهل القرية ما قصروا، أنا مت وشفت أني مت ورجعت، كنت أقول في خاطري أني أنا أنقذهم، الله اللي أنقذني، ابن آدم ضعيف بشكل مو طبيعي، رحمة الله فوق كل حاجة. طبعا أول شخص جاء في بالي أني أطمنه وأقول أني بخير ولا تقلق ولا تخاف، اللي هو الوالد الله يحفظه.
هذا كان أهم شخص بالنسبة لي أني أذكره، بعد الوالدة، والدي الله يعطيه العافية وأسرتي كاملة، وزوجتي الحبيبة أولادي. كانوا على حافة الموت، كتب لهم الله عمر جديد. وهذه كانت قصة رحلة الشباب في وادي لجب وصراعهم لآخر نفس.